طيب هنروح بقى لخبر تاني وهو نجاح خلينا نقول تاني وبطولات الاهلي المستمره ويا رب كمان مزيد من الالقاب في السنه كمان الجديده. امبارح الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي نجح في تحقيق لقب دوري المرتبط للموسم 2020-2021 بعد تغلبه على حساب سبورتنج في مجموع مواجهتي هنا الذهاب والعوده، ونجح كمان فريق ناشئات السله تحت 16 سنه بالنادي في حسم لقب بطوله دوري المرتبط ده بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجه هنا 67-32 في المباراة اللي أقيمت بينهم في إياب نهائي دوري المرتبط، وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس ده بالإسماعيلية. بصراحة خليني أقول لحضراتكم فريق ناشئات الأهلي كانوا قدموا عرض قوي جدا، يعني اللي تابع المباراة كان في سيطرة على مجريات اللعب ده من البداية حتى النهاية، كان في تقدم في الفترة الأولى بنتيجة هذا 12-8 وواصل كمان الفريق تقدمه عشان ينهي الفترة الثانية بنتيجة 37-20 قبل كمان ما ينجح في إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 56-28، يعني فروقات واضحة جدا، واصل كمان تقدمه لينهي المباراة بعد كده بنتيجة إجمالي بقى 67-32. فيعني مبروك للبطلات اللي بيشرفونا، حاجة محترمة جدا، وإن شاء الله هيكون معانا في الاستوديو قريب بإذن الله، يعني ضيوف يكونوا ضيوف معانا ونتكلم معاهم في هذا المشوار وكمان التمرينات والكواليس وكل الكلام ده اللي يهم حضراتكم. طيب تعالوا بقى نروح على تفصيلة تانية. انتوا حضراتكم عارفين قبل ما نسمع بقى معنا تتويج. طيب تعالوا نروح نشوف التتويج ونرجع نكمل.